لمعلومات أكثر ينضم إلينا عبيدة أبو قويدر، خبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات من العاصمة الأردنية عمان. صباح خير. صباح الورد، أهلا وسهلا. أهلا بك. اشرح لنا أكثر عن ماهية هذه الهجمات السبرانية وأين تتركز عادة؟ طيب، بالبداية أول شيء بدنا يعني نترحم على أرواح من قضى ويقضي كل يوم بفلسطين، وأكيد شفاء للجرحى، وأيضا نترحم على أهلنا أيضا في سوريا. سيدي العزيز، يعني بداية هاي الهجمات اللي بتنشط مع كل معركة أو أي حرب أو أي معارك، هي بتعطينا يعني تنبؤ عن الحرب القادمة، الحرب الإلكترونية اللي إحنا أصلا عم نعيشها بأيامنا الحالية. من شفنا كيف الهجمات اللي عم بتصير بوقت روسيا وأوكرانيا والآن بفلسطين. فنوع الهجمات اللي عم بتصير حاليا هي عم بتصير من خلال، نكون واضحين، من خلال مجموعات غير حكومية، من مجموعات هو اللي موجودين وليسوا أشخاص يعني منظمين تحت أسماء معروفة. عم تنشط هاي الأسماء وبتظهر هاي الأسماء مع ظهور العمليات اللي عم بتصير على الأرض العسكرية، بترجع بتختفي وبتروح مع زوال هاي العمليات، وبيظل لها نشاط خفيف. المجموعات اللي تم ذكرها بالتقرير هي أنشط المجموعات اللي بتصير. فيني أضيف عليها أكثر مجموعة ناشطة الحقيقة، اللي هي أنانيمس سودان، من أكثر المجموعات اللي عم تتحالف وتناصر القضية الفلسطينية حاليا. نعم، إذا مثل ما ذكرت أن مجموعة من الأفراد يقومون بهذه الهجمات على مواقع معينة إسرائيلية. طب شو الأساليب أو التقنيات اللي عم يستخدموها؟ نعم، بداية هي كل مجموعة بتكون مقسمة حسب مكانها وموقعها، بتنفذ نوع هجمات بالقدرات اللي عندها. الهجمات الأكثر شهرة حاليا اللي عم بيستخدموها هي هجمات الديدوس أتاك، أو هجمات حرمان الخدمة بنسميها، اللي هي بصير طلبات كم هائل على المواقع الإلكترونية، بتنزل هذا الموقع عن الخدمة. يوم أمس واللي قبله تم إنزال لموقع أسوشيتد بريس وذا ديلي ميل من خلال هن نفسهم مجموعة أنانا من السودان. أيضا عم بيصير على كثير مواقع أمريكية، على مواقع إسرائيلية. تم مهاجمة سلسلة مطاعم KFC كنتاكي، أيضا نزلوا عن الخدمة بحكم أنه هي عم بتناصر أيضا إسرائيل. عم بيهاجموا كل شيء حليف لإسرائيل، مو فقط المواطنين. يعني في هجمات صارت على نفس الحكومة الهندية كونها أعلنت موقفها. الآن الهجمات اللي عم تتركز على القلب والداخل الإسرائيلي، عم تستهدف اليوم هجمات جديدة سمعنا عنها، عم تستهدف أجهزة الكمبيوتر غالبا والمحمول للمواطنين الإسرائيليين. عم تقوم بمسح بياناتهم بشكل كامل، الملفات كلها عم تنعطب تتحول لملفات غير صالحة للعمل، بتيجي بأسماء وهمية اللاحقة أو عشوائية، عفوا اللاحقة تبعها عم تكون دوت بيبي. هذا بيبي يعني هنا نوع من الحرب النفسية، هذا الاسم المستعار لبنيامين نتنياهو. فيعني عم بيحاولوا يلعبوا على أعصاب المواطنين بحيث أن تكون حرب نفسية أكثر ما هي فقط أنه تفقد ملفاتك. يعني هي أشهر الهجمات اللي عم بتصير، بالإضافة لأيضا لشيء نذكر بالتقرير واللي هو الهجوم على تطبيق ريد أليرت. نعم، أكثر التطبيقات إضافة إلى هجوم لم يذكر في التقرير هو الهجوم على اللوحات الإعلانية الموجودة في الطرقات، وتغيير ماذا تبث. يعني عم يحطوا مثلا فيديوهات ماذا يحدث في غزة، صور للأطفال، ممكن أيضا فيديوهات تهديدية. كيف يمكن الوصول إلى اللوحات الإعلانية؟ نعم، اللوحات الإعلانية هي لا شك، هي سواء اللوحات الإعلانية أو حتى قنوات البث الفضائية مباشرة، هي كلها مرتبطة بالإنترنت. بيحاولوا يوصلوا على الشركات نفسها، بيتم اختراق للأجهزة وبتحمل عليها مباشرة الفيديو اللي بدك إياه على شكل إعلان. شفنا نشر لأعلام فلسطين، لأغاني أو أناشيد وأغاني للمقاومة، بالإضافة لبعض صور للضحايا والقصف الإسرائيلي عم يصير. كل هذا نعم تم بثه على أكبر لوحات الإعلانات. الأمر للحظات معينة، إذا قدرت توصل لثغرة بيزبط، لكن ما بيدوم لفترة طويلة، بيتم إغلاقها بشكل سريع، لأنه اليوم الجاهزية اللي عم بتصير بإسرائيل عالية جدا. طبعا احنا ما فينا هون ننكر أنه الجيش الإلكتروني الإسرائيلي هو من أقوى الجيوش عالميا، سواء المهاجمة أو الدفاع، فهو متجهز لهي الهجمات، لكن ما كانوا متوقعين حجم الهجمات اللي تصير، التحالفات اللي تصير، وأنواع الحيوية اللي عم بيتم ضربها. نعم، لأن احنا ما شفنا استهداف
لبنى تحتية حقيقية بالدولة. هذا الأمر صعب جدا، والحقيقة بيحتاج لجيش إلكتروني مو فقط مجموعة يعني من عبيدة. رغم قوة الجيش الإلكتروني اللي ذكرته، ولكن هذه الهجمات أعتقد أنه فعلا عم تأدي دور مهم كنوع من أنواع المقاومة. برأيك إلى أي حد يمكن أن تؤثر؟ مثلا ممكن تضرب نشوف البنية التحتية، أو ما مدى قدرتها مثلا على اختراق الأمن الإسرائيلي؟ نعم، أنا بس خليني أعقب على نقطة، هي قوة الهجمات تقاس على قوة أيضا المدافع. يعني إحنا كيف عم بتغنى الجيش الإسرائيلي بجيش لا يقهر، أيضا نفس الشيء عم بتغني بجيش الإلكتروني. فالضربات اللي صارت هي اللي حققت يعني نجاح كبير، حتى لو أن حجمها صغير، لكن أنت أمام يعني أكبر نحكي جهة إلكترونية بالعالم، فهون بيصير القوة والحجم. الآن شو الشيء اللي عم بتحققه؟ بداية احنا نبدأ نرجع ل 7 أكتوبر، صار في تشويش حقيقي على منظومة القبة الحديدية، صار في إنذارات خاطئة أو وهمية لتطبيق ريد أليرت. ما بنحكي احنا تشويش هو اعمى القبه الحديديه، لكن صار في تشويش، هذا ساعد بالاسناد البري، هذا امر مهم جدا. صار في سحب لعدد كبير من البيانات، هذا الامر لسه الان ما انذكر ولا توضح حجم البيانات اللي تم سحبها الكترونيا غير اللي تم سحبها بشكل يدوي، هذا امر ايضا مهم ما تم الافصاح عنه لانه لحساسيته، وما بدهم الجهه تطلع اللي اخذته بحيث انه يتم الاحتفاظ عليها حتى ما يتم مهاجمتها مره ثانيه واعطاب هي الملفات او يعني ابطال مفعولها، او ينعرف حتى شو الملفات اللي تم سحبها. القلق اللي بيصير والذعر عن المواطنين هذا امر مهم جدا، العامل النفسي انت اللي تتركه، الاثر اللي تتركه كونك عم تشتغل على مستوى ما هو اعلى مستوى من الاحترافيه، فانت لما تستهدف الناس الغير ايضا متخصصين فهذا بيحقق نتائج عاليه على مستوى الحرب النفسيه اللي بتاثرها، بيحس الانسان حاله محارب من كل اتجاه، سواء جلس في بيته، سواء جلس في ملجا، سواء كان بالشارع، ما عاد يحس بهذا الامان وذعر مستمر. هذا اثر الهجمات اليوم اللي عم بيصير السبرانيه. شكرا لك على كل هذه المعلومات عبيدة ابو قويدر، خبير في التكنولوجيا وامن المعلومات، كنت معنا من عمان، شكرا لك. نعم.